الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، نرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية الموجهة للسنة الثانية إعدادي، وسنتوقف اليوم كما تشاهدون على اللوح عند المقطع الثاني من سورة الحجرات الذي يندرج ضمن مدخل التزكية، وسنحاول أن نقسم هذا المقطع إلى جزئين. سنتطرق في هذه الحصة إلى الجزء الأول والذي يشتمل على الآيات 6 و7 و8 من السورة. أول شيء نبتدئ به هذه الحصة هو قراءة الآيات القرآنية. تأخذون الكتب المدرسية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إذن كما تتبعنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، هذه الآيات من سورة الحجرات التي سبق وأن تطرقنا إليها في الحصة الماضية. قبل أن نغوص في معاني الآيات وأن نتوقف عند كل آية على حدة، سنحاول أن نتوقف عند سبب نزول هذه الآيات. الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت في الوليد ابن عقبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني المصطلق، إلى قبيلة بني المصطلق، يجمع الزكاة. لكن الوليد كانت بينه وبين بني المصطلق مجموعة من الخلافات، فخاف من أذية هذه القبيلة ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بالزكاة، فقال بأن هذه القبيلة قد منعت الزكاة، منعت إخراج الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتجهز لماذا؟ لقتال بني المصطلق. بني المصطلق كانوا يتوقعون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يحضر ذهبوا إلى المدينة للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى علينا. فبدا له في الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني الوليد ابن عقبة. من هنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، يتبين لنا خطر نقل الخبر دون التأكد من صحته، وأيضا خطر تصديق الخبر دون التأكد من صحته. ففي هذه الآيات التي سنتطرق إليها بالدرس والتحليل في هذه الحصة، سنتوقف عند منهج الإسلام في التعامل مع الأخبار، سواء كانت خبرا يعني نتلقاه أو خبرا نريد أن ننقله إلى غيرنا. نعيد قراءة الآيات مرة أخرى لنتوقف عند منهج الإسلام في التعامل مع الأخبار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذا تأملتم معي أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات هذه الآيات ستجدون مجموعة من الكلمات التي نطبق فيها بعض قواعد التجويد. في هذه الحصة سنتطرق إلى قاعدة الإدغام. ماذا نقصد بالإدغام؟ الإدغام في اللغة لغة هو إدخال الشيء في الشيء. الإدغام لغة هو إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك والنطق بهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. حروف الإدغام ست، هي ماذا؟ الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة يرملون. إذن خذوا معي المقطع، نحاول أن نحدد مواطن القواعد، مواطن قواعد الإدغام، مواطن الإدغام في هذه الآيات. إذن سنعيد قراءة المقطع مرة أخرى، وفي نفس الوقت سنضع دائرة حول الآيات أو الكلمات التي تتضمن قاعدة الإدغام. تابع، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذن ماذا تلاحظون؟ نعم، في قوله تعالى فضلا عندنا التنوين، بعده ماذا؟ بعده حرف الميم. إذن هنا نطبق قاعدة الإدغام، إدغام التنوين. نتابع: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن في حالة الوصل ونعمة والله، إذن عندنا التنوين نعمة، وعندنا أيضا ماذا؟ حرف الواو يلي التنوين. إذن نطبق قاعدة الإدغام. نأخذ الأمثلة التي تظهر أمامكم الآن. قوله تعالى: من يعمل. تلاحظون عندنا النون الساكنة بعدها حرف الياء، نطبق قاعدة الإدغام. بعد أن تعرفنا على قاعدة الإدغام نعود إلى الآيات ولنفهم بعض الكلمات التي ستساعدنا في فهم معاني الآية. يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. فاسق بمعنى غير موثوق بصدقه وأمانته. بنبأ، نبأ بمعنى خبر، بنبأ بمعنى بخبر. فتبينوا، التبين بمعنى هنا ماذا؟ تثبتوا من صحة الخبر وصدقه، تتأكدوا وتثبتوا من صحة الخبر وصدقه.
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما معنى بجهالة؟ بجهالة أي بغير قصد، وأنتم لا دون علم أو قصد، مفهوم؟ بجهالة بمعنى دون علم أو قصد. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لحصل لكم العنة والمشقة والحرج. إذن هنا يبين الله سبحانه عز وجل نعمة أنعم بها على الناس، وهي ماذا؟ أن أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح إلى غير ذلك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الراشدون بمعنى الثابتون على طريق الحق. إذن هذا ما يتعلق بشرح الكلمات. الآن سنحاول أن نستخرج المعاني الجزئية لهذه الآيات أو مضامين الآيات. أول مضمون سنتوقف عنده هو وجوب التأكد من صحة الأخبار تفادياً لأي رد فعل يمكن أن يسبب الأذى للآخرين. إذن قبل أن ننقل أي خبر، قبل أن نصدق أي خبر، يجب علينا أن نلتزم بماذا؟ بمنهج الإسلام في التعامل مع الأخبار، وهو ماذا؟ وجوب التأكد من صحة الأخبار تفادياً لأي رد فعل يسبب في أذى الآخرين. الآيات الأخرى يبين الله سبحانه عز وجل أنه أنعم على الناس بإرسال الرسل وبتحبيب الإيمان إلى قلوبهم. إذن فهنا نقول امتنان الخالق جل وعلا، امتنان الخالق جل وعلا على عباده بنعمة حب الإيمان وكره الكفر فضلا منه وتكرما سبحانه عز وجل. إذن امتنان الخالق عز وجل على عباده بنعمة حب الإيمان وكره الكفر فضلا منه وتكرما. ما المستفاد من هذه الآيات؟ المستفاد من الآيات أولا حث الله سبحانه عز وجل على ضرورة التأكد من صحة الخبر، خاصة إذا صدر من شخص غير موثوق بصدقه وأمانته في نقل الخبر. ثاني شيء عدم التسرع في نقل الأخبار أو في نشر الأخبار، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. يجب علينا ألا ننشر أي خبر نجده، يجب أن نستحضر ماذا؟ رقابة الله سبحانه عز وجل. سبق وأن رأيتم في السنة الماضية قوله سبحانه عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أنت عندما تنقل خبرا كن على يقين أنك تتحمل مسؤولية ذلك الخبر وتبعاته. إن كان فيه خير ستحصل على الأجر، إن كان فيه أذى للآخرين أو نقلت خبرا كاذبا فكن على يقين أنك ستحاسب على ذلك إن لم تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. ثم مسألة أخرى وهي استشعار أهمية التأكد من صحة الخبر. لماذا؟ لأنك عندما تتأكد من صحة الخبر تتجنب أذية أخيك المسلم، تتجنب التسبب في فتنة لا تحمد عقباها، وستندم بعد فوات الأوان، والندم آنذاك لا ينفع. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، يجب علينا دائما كما قلنا أن نتأكد من أن الله سبحانه عز وجل يراقب ألفاظنا ويراقب حواسنا تصرفاتنا، كل ما نقوم به يراقبه الله سبحانه عز وجل ويسجله الملكان إما عن اليمين أو عن الشمال. ولذلك وجب علينا أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأخبار. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد توقفنا عند الآيات الثلاث الأولى من المقطع الثاني من سورة الحجرات. لنا لقاء في الفيديو التالي حول الجزء الثاني من هذا المقطع. حتى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا
وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.